اولا اذا كان الحديث عن الحضاره الفرعونيه والمصريات بشكل عام والفراعنه حديث ساحر لكل الدنيا، لكل الناس من كل الفئات ومن كل الاعراق ومن كل البلدان، فالاجدى ان هو يبقى حديث احلى ومتكرر عندنا هنا في مصر مع اولادنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، دكتور زاهي حواس بيجيبوا واسطه بعد واسطه بعد واسطه بعد واسطه بعد 10 وسايط عشان يسلموا عليه بس ويسألوا سؤال. الحقيقة ان هو تجاوز كل الوسائط وجه معانا بمنتهى السلاسة اول ما عرف ان في اطفال موجودين هنا عشان يكلمهم عن الفراعنة. فدي لازم اقولها. الحاجة التالتة، وبعدين انا بقى حسيت اول مره، انا شفت دكتور زاهي في حوار كتير، شفته وهو بيشتغل، شفته وهو بيتعصب وبيتعصب كتير جدا، شفته هو بيعمل كشف اثري، انما اول مره اشوفه هو بيتعامل مع الاطفال، وقد ايه حسيت ان هو عنده حته المعلم اللي هو عايز يبسط المعلومه ويحكيها بشكل كده ساحر وجذاب، مش بشكل مصمت كده ملوش ملامح. الحاجة الثالثة والأخيرة، إن أنا سعيدة جدا بالهدية اللي قدمها لنا دكتور زاهي حواس، إنه نحدد ميعاد وكلنا نروح زيارة للهرم معاه، يبقى هو التور جايد بتاعنا. اتفقنا. عندك كلمة أخيرة؟ أنا بس يعني كلمتي الأخيرة، أنا عايز أقول لكم حاجة، إن أجمل حاجة في الدنيا مصر. أنا عايزكم تدرسوا تاريخنا وحضارتنا عشان سبب واحد، لما تعرف اصلنا وتعرف ان احنا زمان حكمنا الدنيا كلها بالحق والعدل هتدوا لبلدكم اكتر. احنا انتوا الامل وانتوا المستقبل، انتوا هتدوا لبلدكم وهتحبوه اكتر لو عرفتوا تاريخ بلدكم. دكتور زاهي حواس.